هلا حبايبي، شلونكم اخباركم؟ طبعا حاطه فلتر لان عندي موعد ويا دكتور الاسنان فما اقدر اخلي ميك اب. بس اريد افتهم شغله واحده، اوكي؟ يعني صار موقف وياي. طالعين احنا او قاعدين بالمطعم، اوكي، ودنا ناكل عادي وكل شيء تمام ودنسولف ودنضحك وكذا ويا الاهل. ف أنا سويت شغلت كرتون على الموبايل وطيت البتي أو خليته يعني قدامها هيجي حتى تتفرج ومثلا تاكل أو يعني تلتهي بما أنه إحنا قاعدين نسولف. فوحدة قاعدة بصفنا تباوع، ظلت هيجي تباوع وتخنزر وما أعرف إيش وضايجة تخنزر، يعني هاي اللوك هاي اللي هيجي يعني شو اسمه زين. ظلت على هالوضع تقريبا نص ساعة تباوع وهيك تسوي وتشسمه وتحكي ويا هذول اللي بصفها. فأنا ضجت، قلت لها is everything okay بالانجليزي طبعا، فهي قامت تحكي عربي، طلعت هي عربية وطبعا احنا دا نحكي عربي، يعني كنت احكي ويا ديانا بالعربي ويا دودو، فعرفت احنا عرب رأسا قلبت عربي. كانت تقول لي يعني لهالدرجة ما ليش خلق ويا بتج بحيث اعطيتيها الموبايل حتى سكتيها، ما يصير هيجي وهذا غلط وما يصير، يعني بعدها هي صغيرة عمرها سنة ونص تخلي لها الموبايل وتتفرج كارتون وما أعرف إيش. أوكي طبعا أنا ويا نفسي أول شغلة إتش عليك. العموم طبعا أنا إنسانة راقية ما راح أقعد طبعا أقول إيش إتش عليك إيش دخلك. قلت لها هام أوكي، ما جاوبتها بس قلت لها أوكي. فظلت عاد يعني هي ما سكتت، قلت لها ها اوكي صح كلامك، خل اخذ الموبايل. اخذت صدق الموبايل وطفيته. طبعا الاطفال اكيد يعني اللي عنده اطفال رح يفتهم انه الاطفال من احنا طالعين طلعة عائلية والكبار قاعدين يسولفون يضحكون، الاطفال يملون ما عندهم شي يسووا، اوكي. فاني بالنسبة لي افضل بدل ما بنتي تقلب الدنيا وتبكي وتضوج حوالينا وتخرب القعدة لأنه هي طفلة، أفضل أنه مثلا من طالعين تتفرج كارتون، أوكي؟ وأني عندي محددت لها مثلا ساعتين أو ساعة باليوم تتفرج بيهن كارتون. فلما أنا أدري أنه عندي طلعة وعندي لقاء ويا الأهل الصبح ما أخليها تتفرج كارتون، هاي الساعة أخليها لها لما نطلع. حلو؟ طبعا كل واحد هو طريقته بانه يربي اطفاله. اخذت الموبايل اني وطبعا ما مضت تقريبا 5 دقائق وبدت تضوج الطفله، قامت تشيل وتشمر وتجر وتبكي وهذا، واني طبعا خربانه من الضحك. ليش؟ زين لان انتي حتى تشوفين زين. فظلت هم هنو قاموا شنو قاموا اللي وياها يضوجون. ليش؟ لأنه صار إزعاج وصار صياح وصار بتشي وناق وما أعرف إيش زين. فكانت تقول إيه عادي أنا حتى لو دا تقولهم إلهم، يعني قامت تحكيهم أنا لما يصير عندي أطفال ما أخليهم، أظل أتحملهم وما أخليهم يتفرجون كارتون يتفرجون تلفزيون وسكرين. قال هي حكت هاي الحكاية صار عندي، قلت لها انت هذا الحكي كله وانت ما عندك اطفال وما تعرفين شنو الشعور زين. يلا هسه حلو، يعني هسه حلو انه الطفل زين على مود والله اني ما اريد انطيه سكرين تايم، ما اريد انطيه تلفزيون، ما اريد تخليه يتفرج كرتون. بس اني طالعه هي يمكن بالشهر مره احنا الامهات تصح لنا طالعه نتونس بيها، اخلي الطفل يتفرج كرتون ويلهي نفسه لحد لما هاي الساعه اللي احنا طالعين بيها تخلص. واني وقع التليفون، شفتوها من الحماس زين، هاي هي شورت بيا هسه تطلع متابعتني. المهم قلت لها حبيبتي اوكي انت من يصير عندك اطفال وذاك الوقت راح تحسين وراح تفتهمين شنو الشعور. ورجع شغلت الكرتون وحطيته كأنه كل شيء ما صار. يعني اريد بس افتهم شغله، ليش دائما الانسان لازم يحكم على المقابله؟ ليش دائما لازم يدخل نفسه بشي ما يعني؟ اوكي كل انسان حر
بتصرفاته، بتربية أطفاله، بالشي اللي رايحة ويسوي الشي اللي رايحة. أنا بالنسبة إلي بدل ما طفلتي أو بنتي الضوج وتمل وتزعجني وتزعج الحواليها، ليش؟ لأنه أنا طالعة أردة تونس شوية، عندي ساعة واحدة، مدى أصدق أشوف أهلي، مدى أصدق أشوف أصدقائي صديقاتي، أريد شوية أنفه عن نفسي، فما رح يأثر إذا أنا انطيتها الموبايل تتفرج كارتون ساعة. وطبعا هو مو كارتون، أنا أخلي لها مس ريتشو اللي هي معلمة، ما أدري إذا سامعين بيها أنتو، مس ريتشو اللي هي تخبل عليها، حتى ما تحب كوكو ميلون وكارتون وهاي السوالف، لا تحب هي هاي المعلمة اللي تعلمها شغلات وكذا. هسه أنا أدري حكيت يعني، وراح تقولولي شنو المعنى يعني من الفيديو مالتك، بس هيك بس أطلعها من قلبي هاي الشغلة، بس أسولفها لأحد. طبعا أنا بما أنه ما عندي غيركم وأحبكم، فقلت أسولف لكم إياها لكم. من صاير بيه هيك موقف؟ وش تسوون أنتو ذا بمكاني؟ يعني كان تصرفتوا بغير طريقة؟